حسين يدخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا سلام الله عليه فيقول له: يا دعبل، هل قلت شيئا في الحسين وفي أهل البيت؟ قال: نعم سيدي. قال: أسمعنا. فيبدأ يقرأ دعبل مدارس آيات، وإذا الإمام يبدأ في البكاء، الإمام الرضا سلام الله عليه. في السنتين، يعني في آخر سنتين من حياة الإمام سلام الله عليه، لما ذهب إلى خراسان. ودعبل هذا عجيب حقيقة، هذا دعبل عجيب، كما يقول مثل: يحمل خشبة إعدامه وقتله معه وين ما يروح، لأنه مخلص للزهراء ولأهل البيت. فبدأ يقرأ: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات، إلى أن يقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، قبور بجنب النهر. ارتفع صوت الإمام الرضا بالبكاء. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها. إذا رحت الكربلاء هناك أعطوا الزهراء حقها أحبائي، في كربلاء، في كربلاء. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها، بشط فراتي توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. الآن أقرأ الأبيات للزهراء: جينا ننشد كربلاء مضيعين، بيها زينب قالوا ميسرين، يسراها ولالها واحد فزايا، وشال حاد ضعونها بليل وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعة وين، بس اشوف والعتب مني يزود، واضرب فاضل على النخوة يجود، حق عذرة يقول مقطوع الزنود، وحال ملش الموت بينا وبينا. أردنشدج كربلاء، أردنشدج جاوبين بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح؟ يا حسين يا كتر طايح جريح، أركبت النساء والعيال، لم يبقى سوى زينب وأختها أم كلثوم، فتقول لأختها: اركبي. تلك الأخت تقول: أخي، إذا أنا ركبت أنت يا زينب من يركبك؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من المدينة. اتجهت إلى أبي الفضل، نادت: أخي عباس، أنت الذي أخرجتني من منزلي، قم الآن وركب أختك، أنا رايح لعباس جغده، ورتب جفوف فوق زنده، وقل له: ترى عيالك بشده، يا اخو يا حملي حملي، وقع يا اخو ليسنده. انا تلقيت اشاره في يوم من الايام ان الزهراء سلام الله عليها تريد ان تسمع مصيبه ابنتها زينب،
والله العظيم. شوف المسألة كيف. وانظر هذا الشاعر لما يقول: بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها إلى أن يعتب. يعتب هكذا يقول: أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها، بالأمس أقول هذه المصيبة للزهراء أقدمها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها.